اقدرش عليه. كيفك، بس ترى اذا وافقت ابعطيك 1000 ريال، يعني 4000 جنيه. اعتبر بقى كده ان الموضوع منتهي وان القاعه دي كلها بتاعتك، ولو لا سمح الله يعني في يوم من الايام في جوازه اكنسلها علشانك مخصوص. اتحداك يا بتاع. هيه سلامات، هذا جايبينه للزباين مو بالفرن. يا واحد ايه اركض في ديتك يا كفته. اسمع، ابغى اي واحد يدخل لازم قص تذكره. اضبط الوضع، ازامها، شغل الحساسات، دوق هنا. شغال. ايش تبي انت؟ انقلع. يلا حيهم، يلا حيهم، تفضلوا. الله يحييكم. اسمع، احد شافك وانت جاي؟ لا ولا احد. ترى الوضع سكاتي. ابشر ابشر. الشار عندك هنا والتكت هناك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الله يحييكم. يلا حيهم، يلا حيهم. هلا والله وسهلا، هلا والله وسهلا. يلا حيهم. هلا والله، هلا والله. هاي حداك يا شيخ. هلا بالعيال، هلا والله وسهلا، شرفتونا. هاي الديب، كيف الامور عندك؟ كل شيء تمام؟ كل الامور تمام التمام، وكل لقطات الكيني ميني ترى قصيتها، والفيلم جاهز للعرض. كفو يا الديب، خل نعلن. ها يلا يا اخوان، يا اخوان، دقائق ونبدا الفيلم. جوالاتكم على الصامت، رجاء جوالاتكم على الصامت. ترى اللي بيدق جواله بنطرده. وين 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 يا طيب؟ ممنوع العوايد بس شباب. سينما وممنوع العوايد؟ وش ذا الحكي؟ شو لا احنا وش بنا يعني؟ معليش يا غالي، يعني فتحنا مشروع للشباب، لكن مستقبلا باذن الله حنفتح صال العائلات. اقول لك حدك السوق ويخب عليك على السوق. هلا هلا، توكي تفضل. اوبا، ايش جابك انت؟ شو كوش، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. بدا الفيلم؟ ايوه بدا الفيلم، بس دحين انت مو قروشتنا من اول انك شفت الفيلم هذا؟ يا اخي عادي اشوفه ثاني مره وثلاثه، في اللي عاده افاده يا اخي. في العادة إفادة؟ 30 ريال حق التذكرة. تعال أنا أدفع 30 ريال. تركي قويكم، 30 ريال يدفع أنت وجهك. يوم خوفتني. إيوة تدفع. عامر قال ما حد يعدي من هنا إلا دافع 30 ريال، ما ينزل كلام الأرض. شوف يا أدخل يا أروح أجيب الشرطة تغفكم واحد واحد. أبدأ معاك، تفضل، حياك الله، تنور، تفضل. هات 10. لا ما يجي. أعلمك أنت. خلاص خذ. خش. After that, you can invigorate all you want.